Doğru. Evet, bir tane. Profesör Club. Tedavi edemli lavları. Orada sonra ne? Bir daha burası. وانت مين؟ محمد كامل. Hello var. Onu mu gönderdi? Mesut Bey. O ne dedi? La su tarif aç. Açtırmazı gaz. Mesut. Buna ben yalla doğru. دين في الاثنينات فيش غير أربعة واحدة بقى معهم. Domino 5. Hayır, anlamsız kattı yani. Şahane.
كده انا صاحي لسه صاحي دلوقتي عشان الستريم، بس نص عشان الستريم الواحد بيستوعب برضه ايه اللي بيحصل حواليك. انت صاحي حرفيا على شاشة ومش بتكلم ناس. بدر العرباوي ايه الاخبار؟ مبقتش تحط صورتك زي الأول عادي، حاجة صوتي بس كده يا باشا. وفي حلوين يا جدع انت كمان معانا، بس بخير كده. موحى ده والله ما ادوش. طيب دي الواحد وكده الواحد كتير حظي بقى او التلاتات انت تتكتر معاك. وحيد بقى تدري رومات امتى؟ مش عارف نعمل رومات النهاردة ولا لأ. مش هتفسر البلاطة. مش هتفسر البلاطة كده. الواحد يا باشا تحت صح يا فدا تموت تلاتة تحت عشان تقفلها. موت سعيد يا رابر.
ولا أربعة يقف هنا ولا إيه؟ طيب معاك الدوش مع الحاجات التانية تقريبا هو تاني. ظل في الإنجاز هذه الستات اللي معاك دي معاه خمسات ده حسب وراه هاي السيرفر عشوائي بخش فيه عادي مش سيرفر معانا مش عارف والله رجالة نقول سلام نخلص ده ونشوف تمام طب ما خلينا ننزل اي حاجة وحظه كده ليه مش عارف والله والحق لو عملتها دي خد العكس خش شغل ايه فعلا خلاص بقى ياخدهم هو انا بسحب الحفل كتير والله رب يا ابراهيم عبدول حبيبي ولا ستات ولا اربعات طيب العادي ايه العادي هو عبد الله عليه العبود
معرفش ستات برضو. حلوة أوي كده. وفي ناحية تانية في 55. يا الله، أنا شكلها كومباك. 70 يا باشا، عاش 30 بوم. يلا طب ده يلا بينا. في ورقة كده فاهم، فاهم انك تكتب ميبقاش معاك من خالص. زي البلاطة دي كده. لما هو لما ضمنش تزعله تخفي كلها، نزلت وبرطات كلها عارفين تشرب بلاطة منها وكلهم معاه. بعد قفلة مش عارف في كتير، مش فاهم انا والله دماغ. هو مستني القفلة بس عشان ايه يقفل إيه. هو بيلعب واحد لسه صاحي فاهم، انا مش مستوعب هو فين اصلا، مش مستوعب ربنا حطه فين. ايه يا ابني ده، ألعب بكرة أحسن صراحة. نفسي جايب إني ألعب دومة. ثلاثة بقى مش عارف، هو انا عايز اخلص السيم وانام تاني اصلا. واحدة بس تعمل دايت ولا ايه؟ اطلب خمسة يلا. أنا لو سحبني شوية بس
صحبت بس ما جريش ولا اللي انا عايزه. ايوه جات لي بس كفايه كده. صعب. ايوه هتروح بالله عليك. ايوه دوم يا اسطى، محتاج شوية حظ حرفنا كتير، شوية حظ بس في الورق بس كده. تلعب بقى على تنفيذات كبيرة هنا، هيجيلك بقى واحد فتح لك 3 اكونتات ويلعبك بقى. انا عارف انا بفضل اقعد على طول اقعد 3 من 10، قلت اقعد عليها سوا الحوار ده. ابراهيم عبد الله النبي، ايه الاخبار؟ ايه طريق بس فيه قبل كده ولا كده فترة يا جدعان؟ اه مش هي دي الفترة اللي انا عايزها. تمام، عايز واحد لواحد مثلا يبقى له اخر ولا حاجة. قالوا بدري كويس. كده كده يجي لي. بص الأول دلوقتي أحسن كل سحبتها أنا. سيب لي شوية ورق حتى اسحب اهو، شغل ورقة واحدة. يبقى 5 نعمل في الحالة دي. كده معاه 2، هو 2 افضل طابق بس. لا بصراحة في الآخر الدوب الدمار في القناة دي
رأيي 5 ولا 4. أو ماي جاد، براحة الواحد شكله هيموت. مرات كذا شكلات من برضه. انا هاخد البند برضه في الاخر. ما قلتش ولا ولا شكله ده زاد الاتنين. اه في واحدة ميتة معاها اصلا. تمام جولي منها خلاص. هذا كل الوفر اللي معانا يبقى وفر جديدة. ضمن المنش ثلاثة برا طبعا. مبلاش الروم انت مش عارف هنعمل روم النهاردة ولا لأ. كنا نعملش بعد الشرود بصراحة. نصحى من الشرايط بقى النهاردة لما فاضي اصلا. مش خلاص من الشرايط كده على كده. الخمسة التانية دي لو ده صاحب العنيش. هو ايه اللي عملته ده؟ انا ايه اللي عملته ده؟ الارض هناك اقسم بالله
فاضل لي 4 ساعات. انا اطلب بلاطه كده، حرام والله. هات 150 بنت كده معانا. يلا هخلي الدور يسخن. انا فاهم، انا عاوز العب هناك اصلا. طب أقرب مني جامد كده، خد عداني، أقرب إيه ده عداني، ارجع بقى لمكاننا بقى. اسحب بقى شوية يا جدع، ده انت مش كده، ده ضمنت الناحيتين. هل في حلوين كمان؟ راحت راحت. حاول نوفر بقى شوية. شرب بكا، نشرب بكا. الناس مش بتحب الدومينو يا جدعان، مش عارف.
ما أشهر لعبة أفنت لعبة على ترابيزة في مصر؟ لا هو يعني مين أصلا في دومنا؟ أنا بتعلم دومنا أصلا وأنا عندي مثلا 7 سنين كده. بس مش مستمر فيها يعني، مش بلعب على طول عشان كده معانا متعلم وعارف ألعبها. بيوزع امتى؟ ايه كده اصلا؟ كده اصلا انت ولا مشير ولا متفاعل، انت حرفيا كل شويه سلبي. هتوزع امتى؟ مش متفاعل حتى مع الاستريم ولا شيرت، حتى لو هوزع مش هتاخد اصلا. حلو، عايز قلب. عمر القلب ما هيجي دلوقتي. بص الجي ام هيخلي، بص عارف اقول لك ايه؟ ايوه كده يا جدع، اخيرا قول بقى. لا ما خافش، صح ده انا اتمرت فلاش اكبر منه. اسم معايا، اسم مع بعض ونمشي الدنيا وده. واحدين أبوم الورا بقى، أبوم 5 الستات مش عارف أنا. الرنك عالي تقول ايه كده اشمعنى؟ قول ان بطل بيضا. كتير انا جدع. انا وضع كبير اوي.
بنتين راحت من ايه؟ تلعب بس اغلط ثمانية. طيب عايز كده ايه؟ مش عارف عايز ايه. ما جاتش على 300، ما جاتش على 300 والله. على 100,000 بجد عمي. لا بلاش من نكسب قول يا عم. ربع عشرة بقى نعمل أي شغل ولا حاجة من كل لعبة تشوفني. نشوف بقى انت غيرهم مطلوبة ازاي.
ايه ده انا جدع، ده انا كام؟ 2.5، 3 مليون يا عيني، كل ده 3 مليون بس، والراجل الغلبان ده. وكده عايز واد وعشرة، واد وعشرة، ملغاش الواد. بنت ما بيجي بيه. تقول مرة طابة هنا والله، هو واحد هنا بس، كله يلعب. بس انا واخد بان شريت هنا ورحت عملت تاني، واسمه الطعم، واسمي احمد محمد، مش حد مش عارف اسمه احمد محمد، غير سيد عواد وعبد الله محمد احمد. هما تلاتة بس دول اشتريتهم زهرة، ممكن بقى أعمل شيلات بقى فروبات مخفية أو سرية بتاع. أنا هاخد بقى كام التفاعل؟ تلاتة باين من التفاعل. حلو الورقة. تسعة حلو أوي كده، فلاش ستريت قوي يعني. لو مين يعني المفروض ما ياخدوش. كتير انا جدع. ودي يا باشا، كده انا هوزع بضمير.
هذا كل واحد يروح يجيب تعوي خلاص يا جدعان، مش لازم بقى أعمل عجلة وبتاع، احنا كلنا 8 تنفار هنا، كل واحد يجيب رأي دي خلاص. بس الناس تانية ما تخش بقى، والناس اللي بتحكم كونتات فيك تمام. أنا هاخد بالي من الناس اللي مشفتهاش من بدري. أيوة مشفتوش من بدري، ما أنا مش عارف محمد عبد الله معانا من بدري. زمان الباسورد محمد عبد الله محمود سعيد أحمد سيد عواد إبراهيم عادل أنا بس من فترة شايف الأول بتاع الهدايا مثلا كل ده جديد بقى. أنا لسه داخل ده انا خدت الملين وخرجت غير اربعة في اللايف على الاجابات على روش غير الملايين يعني خالص. سيف أو حتى كروش ما أدري وش أهو إيه بتاعك أهو أنت خدته والله. هو الأي دي بتاعك أهو يا روش أهو 277 270036 72345 ده الأي دي بتاعك وموصل لك 5 مليون أهو. هشام برضو خد 23 اهو ده ايميل اهو يلا كله كده خد شايفني ما شايفك بس اليوم بقى بعدين بقى دول انا فصلت اصلا عدنا خلاص بعرف خير.